معانا دلوقتي، معانا همام مجاهد من أمام المحكمة الدستورية، يقول لنا آخر الأخبار، ما هي الأجواء أمام المحكمة الدستورية في هذا التوقيت، وإحنا فاضل لنا ساعة على بدء مراسم حلف اليمين. اتفضل يا همام. صباح الخير على السادة المشاهدين. بالفعل الآن أمام المحكمة الدستورية، حيث إجراءات أمنية مشددة للغاية من قبل قوات الشرطة وقوات الجيش في محيط المحكمة الدستورية، التي هذه القوات التي أمنت المحكمة الدستورية منذ أكثر من يومين. قوات الأمن تغلق شارع كورنيش النيل أمام حركة المرور وحركة المواطنين، لا يسمح بدخول هذه المنطقة إلا. تقطع بالنسبة لهمام مجاهد، لكنه أكد لنا أن دلوقتي بقت إجراءات التأمين عالية المستوى. بالنسبة للمارة العاديين أصبح الموضوع غير متوفر بالنسبة للمواطنين العاديين الغير مدعوين على حضور هذه الاحتفالية، احتفالية حلف اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي. نروح دلوقتي لعند قصر الاتحادية وزميلتنا هبة الليسي، نعرف منها الاستعدادات والأجواء. اتفضلي يا هبة.